السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على اللعاب وين هذا المنتخب الوطني الجزائري، وهو اللعاب يعني وين مغنيز ومستجدات مستقبله مع المنتخب الوطني إن شاء الله، وين أدلى مدير رياضي لنادي موناكو الفرنسي بتصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية تحدث عن جزء منها عن مستقبل اللاعب الجزائري الأصل مغنيس، يعني غادي يكون معنا إن شاء الله بربي. وأكد تيغو مدرب موناكو أن مغنيس هو اللاعب مهم في نادي موناكو، والإدارة تسعى جاهدا لبقائه مع الفريق لمواسم مقبلة. وكشف المدير الرياضي لفريق الإمارات موناكو أنهم استهلوا مفاوضات مع اللاعب الجزائري الأصل ووكيل أعماله من أجل تمديد عقده، مؤكد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح بقوله أن الوضع تحت السيطرة. إحنا لا بيجي معنا وغادي يلعب معنا غيقعد في موناكو موسم أو موسمين يسودي روحو مليح ومن بعد لما ينتقل نورمال عادي، عادية يضرب مكانة تاعو يضرب يدير اسم كبير يدير اسم عادية. وتابع المتحدث أن اللاعب يعلم جيدا أن مواصلة اللعب لنادي موناكو هي خطة صحيحة التي يجب عليه اتخاذها، بما أنه سيخوض منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع النادي غادي يلموني الشامبيونز ليغ. وأشار تيغو في سياق إلى أن مغنيس يدرك جيدا حجز مكانته الأساسية في كتيبة موناكو الفرنسي من أجل خوض منافسة أوروبية في حال قرر البقاء لموسم على الأقل، ما عليش يجي عام ولا عامين. وتسعى إدارة موناكو بمخطط تمديد عقد المتوسط يعني متوسط ميدان الهجومي لقطع الطريق على نادي باريس سان جيرمان الراغب في التعاقد مع مغنيس خلال انتقالات الصيفية الحالية. لعب المستوى لعب لي فات السنة شعلنا كاينين فيديو التواوي لعب يعني مستوى ماشي ما شاء الله ما شاء الله بربي يكون معنا برك هذه هي. بس وخاصة وين محتاجين للدفاع، محتاجين دفاع خاطر لا كي تشوف لي زوروبيا كيفاش هم يلعبوا المهاجمين تاعهم وكلش، كي تروح تلعب كوب دي موند لازم يكون عندك منظومة دفاعية في أعلى مستوى، خاطر إلا ما عندكش الدفاع ما درنا والو خويا. ما يكونش عندك الدفاع خويا غير اسمح لي زعما ما يكونش عندك دفاع منظومة دفاعية متوسطة كاش منها كاع، لازم يكون عندك ميليو تيرا على الأقل يمدلك على الأقل أقل ما يمدلكش ما يمدلكش يمدلك 80% دفاع يكون سوليد، دفاع يكون سوليد تكون حجرة تقيس البلوك يردو لك البلوك. حنا عندنا مهاجمين ما شاء الله، عندنا مهاجمين عندنا فنيات عندنا بزاف صوالح، بصح الدفاع الا ما عندكش دفاع ما دير والو. حتى مع لي زافريكا حتى الكوب دافريك الجايه وكلش يعني غادي تشوف بلي لازم يكون عندك دفاع، دفاع لازم يكون سوليد حتى لي يا خويا. كاش مسامحه وهذه تاع راه يلعب في نادي وقاعد قاريطه غير كان لا، خاطر علاش شفنا راهو كسموه ماندي ماندي من غادي يلعب في ريال ولا يلعب رو بلاصو المستوى تاعو طاح، ماشي ماندي اللي نعرفوه، في ماندي اللي نعرفوه واحد قال لهم بعد محرز بيزيدو يطردو ماندي، يا ودي تربحو سكتو غادي ماشي عارفين كاع بولا غي تنبحو غير على الله. ماندي لازم له يلعب، تعرف الناس اقل مباريات ولا ما تعرفش؟ ما تكونش تلعب غادي ما تلعبش غادي ايوا البوله تهرب لك، تاك مهبول ولا مالك لازم تلعب
لازم تلعب صح راك رو بلاصو بصح لازم يكون عندك دقائق في رجليك. اذا ما عندكش مباريات في رجليك ما دير والو صعيبه. مع رزمي كان يلعب في بيتيس كان يطير كان لا بيت نوار تاع ريال مدريد وين ما يلعب بمركي ريال مدريد غالطين الناس كاين اللي غالط كان يقول لك جايبين شكون اللي جايبها موراه ما كانش جايبها موراه. الناس تكذب كي الحبير يكذبوا نورمال ما تفهمناش كيفاش يتخيلوا ويجوا يعطوها للهيشر والهيشر ياكلها نورمال عادي. استنى واحد قال لي لك هذا شادر ام جاي بيجيبوها مور قال لك بيجيبوها مور ماندي او ماندي ما راهش يلعب. اذا ماندي ما قعدش يلعب قول ماندي ما قعدش يلعب انت احنا نبغوا ماندي بصح اذا ما قعدش يلعب وبان جوار في بلاصتو مليح يا خويا يقعد يعطي الخبره تاعه يجيب بولو بلاصو ويقول ماندي انت يا شيخ هذه نخبه وطنيه على بالك عليه يديروا تربص عليه هو هكا كيما هكا ويقعدوا يلعبوا كل يوم يلعبوا كلش علاه يديروا تربص تربص من يديرها لونترينر ما غاديش يجي يقول له هاكي جونغلي ولا كي تجي تربص تاع 3 أيام ولا 4 أيام يحط الخطه تاعو ويعيط للاحسن اللي يكونوا ملاح في الانديه تاعهم يجيبهم ويحط لهم الخطه ما غاديش يقولوا كي تريبلي ناس غالطين. نعاودوا نولوا وين يرى الناخب الفرنسي تيروري أن متوسط ميدان نادي موناكو سلاح قوي لمجابهة الخصوم المنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس ويسعى صاحب 22 عام ورفقائه في المنتخب الفرنسي الأولمبي لتحقيق ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية 2024 خاصة وأن الحدث سينظم في أرضهم وسيلعبون مباريات أمام جماهيرهم. ويعد مغنيس يعني أحد أهداف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف والتي تسعى لإقناعه باللعب للمنتخب الوطني الجزائري أول. وقالت بعض يعني المصادر مؤخرا أن رئيس الفاف وادي تصادي ربط قنوات الاتصال بالنجم نادي موناكو من أجل يعني جلبه إلى صفوف كتيبة الخض وأعطى يعني اللعاب موافقته مبدئيا للعب مع المنتخب الجزائري حيث من المنتظر أن يلتحق بكتيبة الناخب الوطني فلاديمير في تربص شهر سبتمبر المقبل حسب يعني التسريبات حسب المعلومات ما نقولوش 100% بصح حسب هذه المعلومات. هذه شوبير مبولحي يرفض فسخ عقده مع بلوزداد ويطلب بكامل أمواله على عليه. يسهل عليه دخلنا احنا يا حسرة اللي غلط وقال لي غلط اخويا يا ودي شو بير يادرا يا ودي كي هذه منظومة شوف منظومة زاتشي هي أكبر عصابة منظومة فساد والذين أفلسوا الاتحادية الجزائرية خويا وصفقات وتبييض أموال وتجنيس والقضية الفندق والأديداس هي الأخطر قضية في تاريخ البشرية في الرياضة الجزائرية. يجب التحقيق يشمل على حصيلة المالية والإدارية والتي تركها الحاج محمد رورو لزتي بالتالي يا أنتم غالطين والبانيك الألعاب البحر الأبيض المتوسط كاين بزاف بزاف امور بزاف ما تقلقوش برك ما تقلقوش هاي جايه هاي جايه كاع باش قاش تقلقوا قاش نتوما راكم تتقلقوا بزاف. المهم نتمنى هذا اللعاب يكون معنا وان شاء الله بربي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.